ثم هو يقول مش عايز احلف القسم ده بالظبط كده. طب اذا كانت ماده من مواد الدستور اللي هو بيقول انا بحترم المواد بس نحترم بس انا مش معترف بالديباجه، مظبوط، ماده من المواد بتقول بتقول نص القسم، يبقى انت كمان مفروض تطلع تقول بقى ايه، انا احترم الدستور من غير ديباجته ومعترضا على ثلاث مواد فيه. ده كلام انا بقول لحضرتك لو رئيس الجلسه المستشار الجليل اللي هو استاذنا بهاء الدين ابو شقه، لو كنت مكانه قسما بالله ما كنت خليته كمل ثانيه واحده في المجلس قولا واحدا، يا يحلف القسم مظبوط، ودي كانت سلطه رئيس الجلسه اللي هو المستشار بهاء ابو شقه، يا فورا يتنازل عن عضويته. احنا مش هنهزر، ده قسم دستوري بينص عليه الدستور، ده مش يعني لايحة. انت كنت رئيس الجلسه كنت عملت كده قسما بالله، ما كان قعد ثانيه واحده في المجلس دون ان يحلف اليمين. سيبك من ان هو مرتضى منصور، بس ده حبيبك وصح حبيبي، بس هو انا قلت له وانا حبيبي انا لا اساوم على المبادئ، لو اخويا ابن امي وابويا هيساومني على بمحبته لدي على شيء مبدئي هقول لك فلنجعل الاخوه على جنب والصداقه على جنب، في المبادئ مفيش ما ينفعش تتجزأ. لكن الموقف مر لانه قال القسم، صحيح قالها بادغام ينم عن استهتار، وفوتها له رئيس الجلسه، فوتها له. انا انت لو كنت مكانه ما كنتش فوتها، ولو اي حد غير المستشار بهاء ابو شقه كثيرين، لو الدكتور علي عبد العال ما كانش فوتها له، يا سلام ما كانش فوتها له ابدا، لانه ده راجل من اللي كتب الدستور، ما يعني كان اصر ان هو يقولها حرفا حرفا وبتأني كمان. طيب. لان يعني هقول لك ايه، بس خلاص ما انت قلت، حاول بقى النهارده ما تخرجش بالليل.